الموجز السادسة من قناة طناصح، أهلا بكم. أدى مئات المصلين في كل طرابلس ومصراتة وغريان والعديد من المدن الليبية قبل قليل صلاة الغائب على روح الشهيد وسام بن حميد الذي أعلنت عائلته يوم أمس خبر استشهاده قبل عام من الآن جراء قصف عسكري غربي بنغازي. شورى درنا ينعي عذراً نعى مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها القائد العسكري بمجلس شورى توار بنغازي وسام بن حميد، وقال المجلس بيان له أن شهيد وسام بن حميد نال ما تمناه بعد حياة أمضاها ناصراً للمستضعفين وصابراً على بطش قوى الشر التي شمعت عليه هو وإخوانه في قنفودة. نعت رابطة أهالي بنغازي المهجرين آمر كتيبة شهداء ليبيا الحرة وسام بن حميد والذي أعلنت أسرته عن استشهاده في أحد معارك مدينة بنغازي في قصف لطائرة أجنبية بمحور بوصنيب. الرابطة وفي بيان نعيها قالت أن وسام بن حميد شرف لكل الذين رفضوا الظلم والتسلط والاستبعاد وفق قولها، وتابعت أن وسام ترك ترف العيش لبنود عن انحياض مدينته التي تنكرت له وانخدعت بالعملاء والمتجبرين وفق تعبيرها. استهدفت طائرة بدون طيار إماراتية مساء الاثنين مواقع قوات مجلس شورى مجاهدي درنة بمحوري ظهر الأحمر والحيلة بسبع غارات جوية، وذلك حسب ما ذكره الناطق باسم المجلس محمد المنصوري، حيث أشار المنصوري في تدوينة له على فيسبوك أن الغارات لم تخلف أي إصابات أو أضرار بشرية، مضيفا أن الطائرة استمرت بمواصلة الغارات حتى ساعات متأخرة من منتصف الليل. وأشار المنصوري إلى أن الطائرة نوع بريدتور أم كيو ريبر أقلعت من مطار الخروبة جنوبي المرج بقيادة إماراتية في محاولة لها استهداف أبناء درنة على الحدود المدينة الإدارية حسب قوله. وصلنا إلى نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله.